صباح الخير، الشقة هذه اللي شوفوها ورايا سعرها 250 دولار، أخذتها خصال الأسبوع، لكن قبل ما أحكيكم بالتفاصيل، تعالوا أخذكم فرة بالشقة. هذا هو مدخل الشقة مثل ما تشوفون، وهنا أكو دولاب على شكل كنتور، يعني هذا الكنتور تفتحوه، تدخلون بالداخل، يصير خزانة ملابس، هذه مصفة ملابس مثل ما تشوفون. وراها عندكم هذا هو الحمام، ايه وراه راسا راح ندخل وين على عندنا صاله مع مطبخ. هذا المطبخ مثل ما تشوفون مجهز بالكامل، الغساله دائما يخلوها بالمطبخ هنا باوروبا، ما اعرف شنو عندكم، طباخ، ثلاجه، وعندي هذا القنفه تنفتح تصير سرير، وعندي بنفس الوقت هذا مثل المكتب صغيروني اشتغل بيه اسمكم، والبالكونه مالتي مثل ما تشوفوها مطله على هذا المنظر الحلو. الغرفة الأولى، تعالوا أخذكم للغرفة الثانية. الغرفة الثانية مثل ما تشوفون يا جماعة، عندنا هذه الجلسة هنا، التلفزيون موجود، والإطلالة أيضا نفس الإطلالة الأولى من هناك، وعندنا غرفة النوم صايرة ويا الصالة. تعالوا أشوفها لكم، تفتحون البرتات هذه، وراح يكون عندنا أيضا هذه القنفة تتحول تصير سرير وصير قنفة، يعني مجرد تطبق وصير الاخر اسمها صوفا بيد وبس. تعالوا هسه احكي لكم على مميزات الشقة. اول شيء هذه الشقة موجودة بسنتر المدينة مال ايفانو فرانكوس، بالرغم انه ايفانو فرانكوس كلش صغيرة، يعني كلها من طولها لعرضها كلها 10 كيلوات، لكن هذه بسنتر المدينة. الشغلة الاخ، اول ما ننزل من المجمع بالداخل قاعة رياضة موجودة، يعني انا بعد من الصبح الساعة 6 راسا تروب على النادي اروح اتمرن، وبيها بارك، بيها جراج الى اخره. الايجار مال الشقه هذه طبعا 250 دولار للغرفه والصاله هذه، طبعا الاسعار الان تعتبر مرتفعه في مدينه ايفانو فرانكوفسك، في السابق كان نفس ايجار هذه الشقه 150 دولار، لكن الان 250، يعني مثل ما تشوفون اذا انتم مثلا طلاب او ناس جدا جايين لاوكرانيا، فانتم كل سهوله تقدرون تقعدون شخصين او اربع اشخاص بهيجي شقه، لانه هناك اثنين راح ينامون وهناك اثنين راح ينامون. إذا تريدون يعني تقسموها عليكم وتصير رخيصة كلش يعني مثلا، وإذا تريدون تشترون راحتكم فواحد وحدة يعيش بالشقة مثل أنا مثلا مرتاح. نتكلم عن شغلتين مهمات، الشغلة الأولى شلون تستأجر الشقة، والشغلة الثانية شلون تستثمر بهاي الشقة. بالنسبة لإيجار الشقة فأكو عدة طرق، الطريقة الأولى أنه تدخل على موقع اسمه OLX وتبحث تشوف شنو الشقق اللي موجودة وتخلي السعر المناسب لك أنت، وراح تلاقي هواية خيارات. بعد ما راح تلقى الشقة راح تلقاها يا اما من صاحب الشقة، مثلا انا صاحب الشقة هذه راسا اجرها لك من غير عمولة، لكن اذا كانت الشقة عند الآلية مثلا انا شركتي شركة سياحة واستثمار وعقارات، فالي حق اجر الشقة. اذا انا دلال فراح اطلب من عندك انه تدفع لي العمولة مالتي اللي هي 50% او 100% من قيمة الشقة اللي هي هذه اجور الشخصية، زائد راح تدفع الشهر الاول والشهر الاخير ضمان الى صاحب الشقة، حتى مثلا اذا انت عندك عقد 6 شهور واخر الشهر ما تدفع الشهر السادس انهزم، فهي ضامنه حقها من عندك. نجي الان على شغله جدا مهمه بالنسبه للمستثمرين، المستثمرين شلون يقدرون يستثمرون باوكرانيا وهم في بلدانهم؟ عن طريق التوكيل الرسمي يمكنكم شراء اي عقار موجود في اوكرانيا الى شركتي انا، بعدها بعد ما نشريكم العقار راح نقدر ناجر لكم، يعني مثل هذه الشقه مثلا سعرها 40,000 دولار. ب 40,000 دولار انت عندك عائد سنوي 3500 دولار سنويا من هذه الشقه، فالشقه هي بالاخر اسعارها ترتفع وبنفس الوقت انت ماخذ حقك. فهيجي عقارات، فهيجي مشاريع تفيد المستثمرين اللي موجودين في مختلف دول العالم، سواء يقدر يجي لاوكرانيا او ما يقدر يجي لاوكرانيا في الوقت الحالي، فمثل ما قلت لكم يقدر يشتري عن طريق التوكيل الرسمي الى شركتي. وشرحت لكم انا الان تفاصيل ايجار الشقه وتفاصيل المستثمرين، وهذا رقمي على الواتساب تقدرون تتواصلون معي بخصوص الدراسه والاستثمار والعقارات في اوكرانيا. الان انا راح اسوي كالاتي، الحائط اللي تشوفوه ورايا نهائيا ما عاجبني، الوان وردي على بصلي على برتقالي على ما اعرف ايش، اريد اسوي الشقه كلها ابيض، واريد اخلي لها تجهيزات بعد ما بيها لا خاوليات لا بطانيه لا مخاديد، هواي شغلات نواقيس عندي، فراح اروح على مجمع اسمه ايبت سنتر، هذا المجمع لي كل شيء وكلاشي، شو تريدون موجود بي، شو تريدون ببالكم موجود بي، فراح اروح هسه الان اسوي لي مسواق خاص، مسواق اكل زائد مسواق البضاعه، راح اشوفكم التفاصيل اول باول، فخليني اخذكم هذه الجوله.
هذا هو شكل البناية من الخارج مثل ما تشوفون، بناية جديدة. وهذا هو الجيم. المكان اللي هو قلت لكم عليه اللي اسمه في السنتر، وكل شيء راح نلقاه بالداخل. وهذه اول ما تدخلون مقسمين لكم المكان بالحرف الواحد لكل قسم الى اختصاصه الخاص، بس راح ابحث ثاني على قسم المفاتيح. مسواق لحد هسه وبعدني ما مخلص، هذا ربع المحتاجه. حاليا عبيت الغراض، بس باع الفاتوره اللي طلعت بعد ماكو اطول من عندها، شوفوها 150 دولار وبعدني ما مخلص.